عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم البنات في القناه ديالي. البنات اللي فايت ليهم زاروا القناه، البنات اللي جداد، المهم مرحبا بكم، كنتمنى تكونوا في احسن حال. اليوم غدا ندير لكم واحد الفيديو ان شاء الله في واحد البازار كاين في المسجد التركي في ميريلاند، هنا في ميريلاند. كنت مشيت ليه البارح وصورت الفيديو، صورت كل شيء، صورت كل شيء شكون كاين فيه. وفي الليل ملي بغيت ملي رجعت للدار وبغيت نمونطي واحد الفيديو ولقيت التليفون عامر، لان مصوره كنت مصوره بزاف الفيديوهات وما كنتش دايره لهم مونتاج، وعمر لي التليفون. فملي بغيت نحيد اللي نحيد ونخلينا نخلي، محيت كل شيء، محيت كل شيء. لهذا ان شاء الله اليوم عاوتاني غدا نعاود نصور لكم، فخليكم معايا. وهاد اللقطه سجلتها لكم من سناب شات، فتابعوني على سناب شات ايمان ارتيزان، وكذلك على الفيسبوك والانستغرام، وتسجلوا في القناه وفعلوا الجرس باش يبقوش لكم فيديوهات ديالي. وصورت لكم بعض اللقطات من الطريق. بالنسبه لهذا المسجد كاين في ماريلاند وانا كنسكن في ولايه فيرجينيا، فالطريق دزنا على واشنطن دي سي ومن بعد عاد دخلنا لماريلاند. فلذلك صورت لكم بعض اللقطات في الطريق، فخليكم معايا ان شاء الله. بقيت جايه وكنصور في الطريق ودايره بحساب انني من نقرب حدا المسجد غدا نصوره من بعيد، ولكن للاسف ملي قربت حداه تلهيت مع التليفون والزوج ديالي كيقول لي شوفي 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 وانا ما مدياش فيه. وملي شفتها هكا وبديت عاد كنصور وكنطلب فيه عافاك رجع وضرب الدوره باش نصور الفيديو من بعيد، ما بغاش ليا، قال لي انا راه قلت لك انت ما ديتيهاش فيا. ولكن ما يساش انا تاع ندخل ان شاء الله وغنقاد الطبله ديالي ونقاد الامور ديالي وغدا نخرج باش يعني صورت لكم من برا كذلك. المهم هذه الدخله ديال البازار كله صورت لكم كيفاش انا داخله، يعني انا غدا داخله وكنصور لكم باش من بعد الى ما جاتنيش فرصه نكون ديجا مصوره لكم. فخليكم معايا باش تشوفوا، يعني نعيشكم الاجواء كلها كيف ما عشتها انا. خليكم معايا. السلام عليكم. عليكم السلام. لاباس عليك، انت من المغرب؟ لا لا من الجزائر. الجزائر بحال بحال. تبارك الله عليكم، هادشي عندكم زوين. الله يسلمك. ما شاء الله. تبارك الله. هذا حبيت نجيبو لهنا. اوكي كندير فيديو عادي؟ عادي. اوكي زيا. شيري شيري في الفيسبوك. انا نديرو في اليوتيوب، انا نحطو في القناة ديالي ديال اليوتيوب. إلا بغيت تزوروها إيمان أرتيزان. هيا كيفاش كتكتب؟ إيمان أرتيزان. أوكي. كندير الحنة أنا. كندير لتحت. حتى سمعتي سميتي عاد عرفتيني كندير الحنة واقيلا. لا البنات كانوا يحضروا. درت لينا. يس. ديري لي واحد الشيرو. وتتنزلوا عندي. تتنزلوا عندي. هذا الطبلة ديالتي الشيرة راه كاتبة لكم من هنا راك الخضراء. يا حدا لينا، حدا لينا وحده ايمان، وحده السيده سميتها ايمان نيت. يا راه الطبله ديالتي شي داك الصن راه فيها اللوغو ديالي ايمان ارتيزان. اوكي يس حاولي يا اكيد راه في فيغ بالموبرا ياك. هذاك يا بالموبرا يس. يا بارك الله فيك. امين بارك الله فيك. اما البنات شوفوا راه ديك الطبله ديالي راه نهي، كنت البارح كنت فواحد الطبله هنا وتحولت لهذيك. المهم ها راه خليت كل شيء فيها، ما ديت معايا والو للدار. ها هو البازار من الفوق، راه اغلبيه الناس خلاو داكشي ديالهم، فاليوم يجيو يلقاو داكشي جاهز. فاليوم ما غيكونش التجهيزات بزاف بحال البارح، بقاو الناس معطلين باش يجهزوا الطوالي ديالهم. يلا اليوم عاد جاتني فرصه انني البارح حقيقه ما صورت لكم من الفوق بحال هكا كيبان المنظر من الفوق زوين بحال هكا. المهم شي هي الطبله ديالتي بعدا، انا ما عنديش الخدمه اليوم بزاف باش نوجد الطبله، داكشي ساهل. نعاود معكم نوريكم داكشي، حتى البارحه ما سمحاتش لي الفرصه نصور لكم بحال هكا، واخا تمحاو داك الفيديوهات اللي صورت
ما شاء الله. هذه ديال الدريات صارت. You make this one? Yeah, oh, you make it. It's very beautiful. Beautiful. Oh, Moroccan bean. Bees. I'm from Morocco. اه تنسيا تبارك الله على المغربيات كما كانوا كيكونوا حادقات. ما شاء الله على هذه البنيه المغربيه وقع ليا مع واحد الموقف زوين بزاف ما شاء الله عليها. جات عندي وبغات دير عندي الحنه وقلت لها يعني درت معها ديسكونت لان عجبتني من الاول عجبتني ولانها معايا تما قلت لها ندير لك الديسكونت وهي تقول لي وانا ملي بديت كندير لها وانا نقول لها شوفي قلت لها بشحال كتبيع هذوك هذوك الايموجي وهي تقول لي هكا هاد الثمن قالت لي 3 دولار الوحده وانا نقول لها قلت لها صافي غدا ناخذ عندك وحده وهي تقول لي عرفتي انت يا بغيتي ديري معايا ديسكونت في الحنه انا نعطيك وحده فور فري حبيبتي ما شاء الله عليها وانا ما بغيتش ليها تعطيها لي فور فري لانها باقا دري صغيره وبغيتش وانا نقول لها لا قلت لها ما تعطيش ليا فور فري قلت لها هذا درت معاك الديسكونت ماشي باش تعطيني فور فري و صافي سكتات وخلتني وعقبت مشيت خديت من عندها وحده وتخلصت فيها ومن بعد جات وعطاتني وحده واصرت انها تعطيني وحده فروفري زاتني وحده فروفري وعاودتي واحد الموقف زوين وانا قلت لها يلا عطيني قلت لها شنو سميتك وعطاتني سميتها وعاودت كتبت لها سميتها في الايد الاخرى وكتبت لها عبارات زوينه اللي كيبغيوهم البنيتات ودت لها قليبات وهي تفرح قلت لها شي قلت لها بغيتي دير معايا تي مزيان وانا بغيت ندير لك معاك مزيان وبقينا هكا ما شاء الله عليها الله يحفظها يعني تبارك الله عليها ايوا الله يوفقك ايوا نمشي انا ننزل لتحت دابا راه عارفه الطريق ديالي ماشي بحال البارح كنت كنسول ايوا هذا هو البازار نمشي الطبله ديالي هادو البسي ديال الهنوت It's okay. To me, yeah. Thank you. Look, she's green. Can I show you? It's okay. I will come later. I have another table there. I have to do a moment. Yeah, I like Indian dresses. It's Indian, right? Yeah. Indian, not Indian. The Pakistani. It's Pakistani. Yeah, yeah, yeah. Beautiful. Thank you. عجبوني هاد الآيات. هادو صورتهم لكم البارح ولكن مشاو الفيديو نعاود نصورهم لكم هادشي تقريبا كندير بحالو ولكن ما عنديش دابا عجبوني الالوان اللي مستخدمين غزالين yeah thank you you have to give me your instagram I forgot to ask you yesterday oh, okay. yes I will get you a business card I think your instagram is here you have your instagram here Thank you. ديالتي وجدات عرفتو كنت حاطه الطبله في بلاصه اخرى عاوتاني بدلتها المره الثانيه يعني بدلت البلاصه ديال الطبله ديالي تبدلت معايا واحد الصديقه ديالي لان انا عندي بالنسبه للطب عندي هاد الزواق المغربيه ما ملي كنت بلاصت ما عنديش كيفاش ندير تنبينها وكانت كتبقى طيح بزاف لانني كتحطها قدام الطبله و عطاتني البلاصه ديالها اللي فيها الحيط فكما كتلاحظوا علقت الزواقه دابا جاتني مزيانه الحمد لله
صافي ها هو درت هاد الفلاير ديالي وتابعت مزيان حدا الحيط هاي الزواقه معلقه باينه، وكذلك زدت هادو درتهم باش يبان انني كندير الحنه، لان هنا كاينين ثلاثه البنات اخرين كيديروا الحنه، فالمنافسه قويه ولكن كما الارزاق ديالي لا ماشي مشكل. وكاينه حدايا واحد المغربيه هي كتقاد في الحوايج ديالها تبارك الله عليها حتى هي. انا ما وريتكش، وريت لك الطبله تتقاد نوريك الطبله ديالك. مهم دابا راه هي قدامي هادي اللي كتصورت لكم البارح، عند داكشي ديال المجوهرات زوين. اكثريه كاينين هنا الهنود وباكستان كيبيعوا اللباس ديال الهنود وباكستان، بالنسبه للي كتبيع داكشي ديال السمنسات كاين عبايات. المهم تبارك الله كاين داكشي، كاين الخيام موجود. قبل صورت لكم من الفوق نهيه تما، كاينين واحد الجزائريات كيبيعوا الحلوى تبارك الله عليهم، عندهم داكشي غزال تبارك الله. دابا ناكل شويه من الجوع، دابا الصباح عرفتي كاين البرد 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 مع بلاصه كبيره. راه صورت لكم قبيله منطقه كبيره، واخا يديروا سخونيه راه ما كنضوش تقضي، وبرا كاين البرد بزاف، فلبست الشكيطه ديالي المود ديال البرد. دابا ناكل شويه اتاي. بقيت لقيت هذاك هنا دبرت عليه غير من هنايا تاع الكاغير، هذاك اللي كيكون بالورق ماشي داك اللي كيكون. خديت هذاك ديال الفوم ساعة ما عجبنيش، ما بغيتش نستخدمه، انني سمعت ان الحاجه اللي كتكون بالفوم اولا بالبلاستيك ما مزيانش ناكلو فيها، خصوصا الا كانت شي حاجه سخونه. فلهذا بقيت دبرت على هذا بالكاغير، واخا شريت هذاك ديال الفوم صباعا نعدي به ساعه. مهم الحمد لله لقيت هذا. وحان وقت الشاي، طلع عليا درتو بالنعناع. معقة ديال البلاستيك كتبغيش تهز. البقلاجة زوينة ماشي ديالي أصلا، بلاتها مع هاد الأخرى مع هاد السيدة الأخرى، هادي جارتي مغربية. نشرب انا لقيت شي قهوه، انا قلت لها انا شفت قهوه لا واحد جارتي نشرب لي قهوه ولكن اختها عصير جبت صوم. انا يلا انا يلا خويت ليا انا باش انا نخوي لك. لا تسلم، شوفي شنو جار صباح نشرب قهوه استنى ناخذ عصير. لا انا شربت قهوه، شربت قهوتي عاد جيت. لا تشربت ناكل فطر زعما اما نشربها مباشره نروح. انا عاد لقيتيني دابا. لا انا فطرت بها قلت انا ما نقدرش نشرب على الراس كون شي حاجه ندوز بها. وفي هذه اللحظه طلع بغيت نصور لكم على برا، وفي نفس الوقت بغيت نمشي ناخذ شي حاجه ناكلها، فطلعت صورت لكم من الفوق عاوتاني، لان باش نمشي نخرج على برا نصور على برا خصني نطلع عاوتاني الفوق. وصورت لكم البازار من بعد ما الناس حيدوا الغطاء ديال الطبالي ديالهم وعاودوا قعدوا. هذه بلاصه ديال اللعب ديال الدراري الصغار اللي في هذاك اللي كيبقاو ينقزوا فيها، فات الدراري كان عنده بلاصه فضاء فين كيلعبوا. والماكله راه كانت في البلاصه ديال البازار، ولكن انا كنت باغا نخرج باش هذا كان الوقت ديال الغدا، بغيت نخرج نصور لكم على برا قبل ما يظلم الحال يكون باقي الضو. فطلعت باش نصور لكم، وفي نفس الوقت باش نصور لكم من الخارج ديال المسجد كيفاش داير. تمنيت لو انه عندي الوقت باش نقدر نصور لكم اكثر هاد الاجواء ديال هاد المسجد، وندخل لكم لداخل ونصور لكم بالضبط يعني كيفاش داير، ولكن الوقت ما كيسمحش لانني كان عندي شغل يعني مشتغل كنت مشغوله. فصورت لكم برا، هنا كانوا الناس كيدوروا يعني كيدوروا كيشوفوا، وكذلك كانوا الناس في الداخل ديال المسجد. فصورت لكم برا، ما شاء الله مسجد رائع جدا زوين. وحتى الاحساس انني يعني هذا البازار كانت عندي واحد الطاقه ايجابيه كبيره فيه، وكان عجبني الحال فيه بزاف. ما عرفتش علاش، ولكن ما عرفتش منين جاتني ديك الطاقه ايجابيه بزاف وعجبني الحال فيه. وكذلك حتى الشكل ديالو زوين من برا،
يعني عجبني الحال. ان شاء الله من بعد ان شاء الله اللي سمحت لي الفرصه نقدر نجي على قبل هذا المسجد التركي خصيصا باش نصوروا لكم من برا ومن الداخل ونهضر لكم عليه اكثر، لانني صراحه عجبني بزاف. هذه كانت هذه البلاصه فين كان البازار. من بعد غدا نبغي نرجع، غدا ندخل ليها، ولكن ما غداش نعرف واش كيفاش ندير تنمشي للبازار، فغدا نرجع من الجهه اللي جيت منها، الجهه ديال منين دخلت الطوموبيل تما منين نرجع. فمهم خليكم دابا شوفوا الاجواء ديال هذا المسجد من برا، ومن بعد غدا نرجع لكم نوريكم بعض النقشات اللي درت. وكذلك خليكم معايا غدا نوريكم واحد الحمام، عندي لكم واحد الجوله داخل حمام تركي، فابقوا معايا. ودابا غدا نشارك معكم بعض من رسمات الحناء اللي درت. صورت بعض الرسمات كيفاش رسمتهم، ولكن الى درت الفيديوهات ديال الطريقه ديال الرسم غادي يطول الفيديو بزاف، وعاده بعض المرات كنلاحظ يعني الفيديوهات اللي كانت فيهم طريقه الرسم كنفضل انهم يكونوا بوحدهم. فغدا نشارك معكم بعض الرسمات، صراحه ماشي كلهم، نقدر من بعد وندير فيديو فيه الرسمات كلهم الشكل ديالهم النهائي، وندير فيديو طريقه ديال الرسم. المهم نخليكم دابا مع بعض الاشكال ديال الحنة اللي درت، وكذلك بقوا معايا من بعد غدا نوريكم واحد ندير لكم واحد الجوله داخل حمام تركي. خليكم معايا ما تشوفين.
غادي نديكم نوريكم اشنو كاين في هذا المسجد التركي. بعد الحاجات اللي كانوا زوينين بزاف، كاين هنا حمام خاص بالنساء، يعني حمام تركي رائع جدا، غادي نوريه لكم. وكذلك عندهم مسبح خاص بالنساء، النساء بوحدهم والرجال بوحدهم، وكذلك بلاصه الحجامه وبلاصه الرياضه. المهم خليكم معايا باش تكتشفوا. وهنا كيقدروا الناس يدخلوا ويتسجلوا ويخلصوا هنا، يعني الريسبشن، بلاصه ديال الريسبشن، ومن بعد كيدخلوا لهذيك الجهه اللي من هي فين كاين الحمام. وكاين هنا كاين كذلك بلاصه ديال الرياضه، يعني هذا الحمام مجهز من كل شيء، كاين الرياضه، كاين الحجامه، كاين كل شيء، بلاصه الرياضه، الحجامه، كل شيء كاين. كاين حق حتى مسبح هنا في المسجد التركي، كاين حتى مسبح، شي كاين. المهم غير جيو، مرحبا بكم الناس اللي ساكنين في فيرجينيا والناس اللي ساكنين في ماريلاند ومناطق القريبه لهذا المسجد. راه ما شاء الله حمام رائع جدا، وعندهم كذلك الحجامه كيف كتلاحظوا، الحجامه ضروريه في الجسم، يعني صحيه، اللي كتحيد يعني الخلايا الميته وكتحيد السموم من الجسم وكتحيد الالام وكتحيد بزاف، يعني بزاف الاشياء اللي كتكون خايبه. والحجامه هي راه سنه نبويه وصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فحتى هي كاينه في هذا المسجد. كتلاحظوا هذه هي ديال الريسبشن اللي قلت لكم، بالنسبه للنساء عندهم الدخله من تما باش يدخلوا الحمام، النساء هنا، ورجال عندهم هذه الجهه. وبالنسبه لبلاصه الرياضه والفتنس كذلك مقسمه رجال والنساء، يعني الرجال بلاصه والنساء بلاصه، وكذلك بلاصه ديال السويمين بول، يعني بلاصه ديال السباحه، كيديروا الوقت مقسمه بالوقت، يعني النساء بوحدهم والرجال بوحدهم. ما شاء الله هذا الشيء رائع جدا، وشوفوا كيفاش الجلسه كي دايره، حمام واستقبال رائع. كاين هنايا بلاصه الاستقبال كاينه جلسه، والداخل كان كذلك كاينه جلسه كيف غتشوفوا في الفيديو. هادو ديكورات دايرينهم في بلاصه الريسبشن، يعني ديكورات عندها علاقه بالحمام. مهم من بعد هاد اللقطات غادي ندخلكم للحمام من الداخل ونصور لكم كيفاش داير الحمام من الداخل. وهنا فاش دخلت الحمام من الداخل كيف كتلاحظوا، على الدخله كاين هذا الشكل اللي شفتوه في الفيديو، كاين هذه الجلسه، هذه جلسه ديال الاستراحه، فيها جلسه بحال شكل الجلسه العربيه ولا بحال شكل الجلسه ديال التواركه ديال تركيا، وفيها هذاك الطوابل قدامها الواحد يجلس ويستراح. صراحه يعني كتبان مريحه، وما شاء الله واحد الرائحه رائعه في ديك البلاصه، كاين واحد الريحه زوينه تاع داك ديال الكشي ديال الصابون وديال داك الشيء اللي كي وقال بخورات وداك الشيء اللي كيطلقوا. المهم واحد الريحه زوينه عجبتني، كتريح. وكذلك حتى الديكور والالوان مريحه بزاف، والشكل مريح، يعني تبركي وترتاحي فيها. هذه بالنسبه للجلسه اللي كاينه في البرا ديال، يعني الداخل ديال الحمام، يعني من داخل من بعد الاستقبال بلاصه ديال الاستراحه، وعاده كاين واحد الباب من يكون الحمام. المهم انا شويه وغادي نوريكم الحمام من الداخل. وهذا هو الباب اللي كيدخل على الحمام، اللي كتدخله كتلقاي هكا بلاصه فين الواحد كيدخل لهاد البلاصه ويحيد، يعني تحيد الوحده اللي بغات تعبها، تحيد الملابس ديالها، وعاد الدخله ديال الحمام من بعد هذاك الباب اللي بان هو الباب ديال الحمام. هنا الباب اللي كاين هنا مرحاض، وكاين هذاك المرايا بحال الشكل ديال الحمام المغربي، حتى هو عنده بحال كان ضروري بلاصه فيها المرحاض، بلاصه ديال المرايا. وهنا البلاصه اللي كاين فيها الحمام، سخون سخون من الداخل،
وفيها هاد يعني بحال الحمام التركي اللي كيكون في المغرب. انا سبق لي مشيت حمام تركي في المغرب بحال هكا الشكل ديالو، كيكون كل جلسه فيها هذاك البلاصه ديال الماء، واحد كل جلسه فيها الماء والروبيني، يعني كل واحد عنده الجلسه ديالته والروبيني ديالو حداه. ف الصراحه زوين ونقي وسخون، سخون بزاف وسخون مزيان، يعني سخون كفايه وزوين. ف حتى الديكور ديالو من الداخل زوين، الالوان هادئه والديكورات زوينه كيف كتلاحظوا. عاودت خرجت البلاصه ديال الجلسه، غدا طلعت مع الدروج باش نوريكم الفوق كيفاش داير. المهم الفوق دايرين بلاصه خاصه بالبلاصه فين كيلبسوا الناس حوايجهم، يعني من بعد الاستحمام كيمشيو يطلعوا الفوق باش يلبسوا الحوايج ديالهم، يعني كتكون واحد يعني اكثر، يعني شنو كيقول لها خاصية اكثر، يعني خصوصية اكثر، خصوصية اكثر. فاش الواحد يبغوا يلبسوا حويجهم، ومهم كل غرفة كل واحد كيدخل الغرفة ويلبس حويجه وكذا. المهم هذه البلاصة ديالت فين يلبسوا حويجهم. وهنا يعني كاين بحال واحد الخوية ملي كطلي من الفوق كيبان لك التحت ديال الجلسة. مهم الديكور ديالو زوين بزاف، عجبني انا بعدا، مريح بزاف ونقي نقي، هذا هو اهم حاجه، نقي وزوين والرائحه حتى هي زوينه يعني. وهذا هو يعني الفلاير اللي دايرين على الحمام التركي شبات، يعني هو حمام تركي ولكن راك عارف يعني الحمام التركي كيكونوا فيه معدات مغربيه ضروري. وهذا هو المسبح، هذا المسبح بالنسبه للمسبح هذا يعني كي مقسمين في الوقت ما بين الرجال والنساء، يعني ما كاينش اختلاط من طبيعه الحال. كلية مسجد فيه مسبح راه ما فيش اختلاط من طبيعه الحال. فبالنسبه للنساء اللي كيكونوا بحالي انا مثلا، انا كنعشق شي حاجه سميتها السباحه وكنحب انني نتعلم ليها، فكيكون مريح لي انني نكون في مسبح يكون فيه غير النساء، يعني النساء بوحدهم تكوني تاخدي راحتك. فكما قلت لكم يعني هذا المسبح كيقسموا الوقت ما بين يعني الرجال والنساء، يعني ما كاينش الاختلاط، وكيف كتلاحظوا يعني راه نقي وزوين. وحتى حاجه اخرى لاحظت انه ملي دخلت لك بلاصه وخا الحال بارد على برا، كيف قلت لكم في الاول ديال الفيديو يعني فاش كنت في البصر كان البرد، ولكن هنا سخون 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 بحال شي حمام، يعني سخون يعني ما كاينش البرد بصفه نهائيه. فتبارك الله زوين ما شاء الله. وحاجه اخرى سولت قالوا لي ان هذا المسبح مفتوح في البرد وفي الصيف، ماشي بالضروره غير في الصيف. فالواحد اللي بغى يعز عليه السباحه راه ها هي الفرصه كاينه بالنسبه للبنات، يعني خصوصا بالنسبه للنساء. حنا النساء ماشي ديما كنلقاو هاد الفرصه اننا نلقاو مسبح خاص بالنساء فقط. وهذه البلاصه فين كيديروا حوايجكم، يعني لاكر روم، يعني فين تقدروا تديروا حوايجكم وتسدوا عليهم، يعني كل شيء مجهز تبارك الله. مهم اخواتي وصلت نهايه الفيديو، كنتمنى هذا الفيديو اللي درت معكم مشاركت معكم يكون عجبكم. بالنسبه للاخوات اللي كاينين في فيرجينيا والاخوات اللي كاينين ماريلاند، يعني الاخوات اللي كاينين في هذه المنطقه قريبه يبغوا يعرفوا بلايص فين يمشيو ويمشيو يدورو ويمشيو يشوفوا ياخذوا وليداتهم، وكذلك بالنسبه للنساء حتى الرجال اللي بغاو يمشيو حمام تركي. يعني راه حمام حتى هو متوفر هنا في امريكا، ماشي غير جينا امريكا يعني ما بقاش الحمام، يعني راه كاين متوفر. فاللي بغى يجي يدير الحمام راه كاين الحمد لله، راه كلشي موجود. وكذلك بالنسبه للمسجد اللي بغى يجي يدير السياحه، وكذلك اللي بغى يصلي واللي بغى المهم يبدل الجو. وكذلك بالنسبه للبازار البنات اللي كيكون عندهم مثلا مشروع ولا بزنس يقدروا يجيو، لانه باقيين كاينين بازارات اخرين في المستقبل غادي يكون. فانا في المستقبل ان شاء الله غادي نحاول نعود نعلن على بحال هادشي ديال البازارات اللي كيكونوا في شي فيديو ولا شي حاجه، باش البنات اللي يكون عندهم مثلا شي بزنس كيديروا الحلوى ولا كيخيطوا ولا كيديروا كيبيعوا مثلا الحجابات ولا كيبيعوا العبايات ولا شي حاجه، ما فيها باس يحضروا منها. انا كنلاحظ هاد القضيه ديال هاد البازارات ماشي بالضروره الواحد يبيع ويشري ويربح فيهم،
يعني هي فيها بروموتين، يعني فيها اشهار للبزنس ديالك اكثر من انك كتبيعي وكتشري. فملي كتحضري هذا الشيء ديال بهذا الشيء بحال هاد البازارات، الناس كيعرفوا اكثر وكيتعرفوا عليك، وكتعرفي ناس جداد، وكتعرفي ناس اخرين كيديروا بزنس. ومهم يعني واحد الفرصه زوينه. مهم ان شاء الله غدا نحاول نعود نحط، ملي يكون شي بازار هكا ولا شي حاجه نعود نحاول نحط عليه في القناه ديالي شي فيديو ان شاء الله ولا شي لايف. مهم دابا نخليكم ونقول لكم السلام عليكم، وما تنساوش تسجلوا في القناه اللي كنتو باقي ما شاركتوش فيها، وفعلوا الجرس باش يكون لكم فيديوهات ديالي، وتابعوني على فيسبوك انستغرام وسناب شات، وخليوا لي لايك وخليوا لي تعليق للتشجيع، وما تنساوش تشاهدوا احد الفيديوهات المقترحه. دابا نقول لكم السلام عليكم وفي امان الله، وشكرا جزيلا لكم.